طيب أستاذ أحمد، يمكن العالم كله الحقيقة كان منبهر بالثورة المصرية، والعالم كله كان بيشيد بالثورة المصرية. أنا عايز أعرف، هل بما إن حضرتك مقيم في الخارج، وحضرتك كنت لسه بتقول يمكن أنا وجهة نظري مختلفة شوية عن المقيمين في الخارج، شوفي اللي حصل. عايز أعرف هل نفس الرأي لسه موجود؟ هل نفس وجهة النظر لسه موجودة؟ شوفي إحنا لغاية ما قامت ثورة التحرير دي كانوا الشكل الناس متصورين المصريين دول والعرب والمسلمين دول ناس بيخطفوا الطيارات ويعملوا حزام ناسف وإرهابيين ويكسروا الدنيا، أو بيجملوا ماشيين في صحراء كده، وإنه الشعوب دي شعوب عبيد يعني. فجأة لقينا شباب مثقف، شباب زي الورد، نزل التحرير وصمم نسخة النظام وصمم يبقى له صوت وصمم إنه ما يبقاش فيه أحكام عرفية. مفاجأة، حصل نوع من الانبهار. يعني ده الفكر الأوروبي الحديث، الديمقراطية كده، ولا ضربوا رصاصة ولا ضربوا بتاع ولا حرقوا حاجة ولا قنبلة ولا قتلوا حد، هم اللي اتقتلوا والضرب ده كان مثل أعلى للبتاع. المشكلة حصلت مش هنا بقى، المشكلة حصلت لما الشباب دول راحوا بيوتهم اختفوا، والناس اللي جم بقى بعض أشكالهم مش مريح، يعني بيطالبوا بحاجات، والشعب المصري اللي أنا مش متعود على الديمقراطية مش عارف يختار ايه يعني، واخد بالك؟ زي ما قلت لحضرتك، واحد عايز يختار العوه، واحد عايز بتاع. وبعدين كمان الى جانب ذلك، الحقيقه يعني الرؤساء المتقدمين، ما اعرفش انا القواعد، ما فيهمش واحد عنده شخصيه كده زي سعد باشا او زي حتى عبد الناصر، مع انه يعني بتاع، لكن كان عنده شخصيه، او السادات. السادات لما يتكلم الناس تسمع غصب عنك، اسماعيل ما فيش شخصيه كده يعني، واخد بالك؟ فنفسي أنا واحد من المصريين يكون عنده شخصية يتجرأ ويخش ويتكلمنا عشان ننتخب يعني كرئيس جمهورية يعني. ولكن النظرة اختلفت. النظرة اختلفت. اختلف. احترموا الناس ازاي بقى حقيقة؟ مش تزوير في تونس، في ليبيا، في مصر، في سوريا، في اليمن، كل دول ادى فكرة ان العرب دول ما همش همج ولا همش عبيد، دول شعوب تستحق الحياة والديمقراطية. وما زالت الفكرة دي مستمرة لغاية دلوقتي، قصدي ما اتغيرتش. ولو حسيت شعورتي ان لا، ما حصلش اصلا، الارهاب بطل. يعني حتى الناس اللي هم الشباب الفرستريتد اللي ما عندوش فرصة اللي بتاع بيروح يثوع عشان ينسف نفسه، دلوقتي يقول لك انا اقدر اغير النظام في بلدي من غير الحكايه دي كلها. فحتى الشباب ما عادش يتجه لاتجاهات الارهابيه دي. فالنظره اتغيرت بالتاكيد. الشرق الاوسط لو مشي بالطريقه دي في ظرف 10 20 سنه هنبقى منطقه تانية خالص. لو نجحت التجربه الديمقراطيه في مصر، لو جت حكم ديمقراطي حقيقي في مصر يرفع مستوى المعيشه ويبني اقتصاد مصر ويبني ديمقراطية في مصر، العالم العربي كله هتغير، لأن احنا عندنا تحدي شديد من إيران عشان تستولي على المنطقة العربية، ومصر بره اللعبة خالص بتتفرج عليها. فإحنا مصر هي جوهر المنطقة العربية. فأفتكر اللي هيحصل هنا ما تستخفوش، مش أي كلام يحصل، ما يحصل لازم يحصل، ولازم يحصل بطريقة الناس تفهم بتختار إيه، لأن بناء مصر ومش بس مصر، المنطقة العربية كلها متوقفة على اللي يحصل في مصر. ختاما أستاذ أحمد، حضرتك شفت أكيد تابعت التجربة التونسية والانتخابات اللي كلنا بنشهد بيها اللي حصلت من كام يوم لاختيار اللجنة التأسيسية اللي هتضع الدستور يعني. المفروض تابعت الانتخابات، وقد إيه كانت ناس بتشهد بنزاهتها، والتونسيين في الخارج صوتوا يعني أنا عايز أعرف برضو التجربة ناجحة جدا جدا جدا، وحتى 40% الاصوات اللي اخذوها الاسلاميين هناك مش زي الاسلاميين هنا، مش عايزين دوله اسلاميه. ودي الحاجه الوحيده اللي بيقول فيها مصر مش زي تونس على فكره. لا يعني مثلا تركيا الحزب العداله حزب اسلامي، لكن دوله علمانيه. يعني في حدود البرلمان، ما في القوانين البلاد ما تتغير. هنا بيقول لك لازم تطبق الشريعه، يعني يلغي الدستور ويلغي بتاع ويدخلنا في الدوله العثمانيه من اول وجديد. فالحكايه مختلفه. هناك يعني المراه مثلا هناك مش بيقول بالضبط، هو الاسم واحد ولكن المضمون مختلف تماما. وبعدين 40% مش 60% يعني. أيوة. مش هيبقوا لوحديهم برضه، حتى طبعا. لو حاولوا يعملوا كده ولا كده، لو تعهدوا بحاجات كتير يعني. المراه، حقوق المراه كمان في تونس يعني بتعرف ان تونس الدوله العربيه الوحيده ما عندهاش تعدد زوجات. لا مش بس لا تعدد زوجات، وان الميراث المراه زي الرجل بالتساوي. وكانت لغايه ما مشي النظام السابق كان ممنوع المراه تتحجب في الشارع. لا التونسيه لا ما كنتش عارف جوزها، لغايه ما بين علي مشي. عشان كده المراه التونسيه حاسه باهميتها ومش عايزه
تتفرد في الحريات اللي كانت عندها. الكاتب والصحفي استاذ احمد عثمان، شكرا جزيلا على وجودك معانا. حضرتك هتبقى هنا وقت الانتخابات ولا هتبقى رجعت انجلترا؟ لا هدي صوتي هنا من هناك بقى. انا بس قول لنا التجربه عامله ازاي من هناك. التصويت، التصويت دي مش عايزه اعطاء الصوت. انا قلت تعطي صوت في الميتم بيصوتوا لنا، احنا هندي صوت عربيه هنعطي صوتنا. ارجوكم صوتكم مهم جدا، صوتكم مهم ل 11 مليون مصري يعني. ميرسي حضرتك جدا يا فندم. شكرا. ميرسي يا فندم. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد. تابعونا.